بفوز عراقي أول في هذه البطولة بانتصار حقيقي مستحق على المنتخب السعودي الشقيق. مبارك لهذه الجماهير العاشقة المحبة للمنتخب الوطني العراقي التي جاءت من كل مكان من كل منطقة عراقية وساندت أسود الرافدين في هذه المباراة. هكذا إذن اليوم الطابة بملعبنا، خلونا نعوض فرحتنا والله وياكم لحظة بلحظة، وغيرتكم هي توحدنا وعبر الفلوجة تواصلنا ونقلنا مباراتين اليوم. المباراة الأولى كانت ما بين عمان واليمن، انتهت عمانية ب3-2، والمباراة الثانية كانت عراقية بامتياز بإمضاء إبراهيم بايش وآسو رستم. كنا معكم في هذه التغطية المتواصلة على الهواء مباشرة. متبقية لدينا طبعا مباريات يوم غد في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، مباراة الإمارات مع الكويت راح تكون الساعة 4:15 إن شاء الله، وقطر ستواجه البحرين في الساعة 7:15 يوم غد على ملعب الميناء الدولي. بعد ذلك يوم الأربعاء سنتوقف لاستراحة البطولة لا وجود للمباريات. بعد ذلك يوم الخميس تنطلق الجولة الثالثة مباراتين بتوقيت واحد، العراق مع اليمن الساعة 6:00 مساء، بنفس التوقيت السعودية ستواجه عمان بمباراة تكسير العظام كرويا فنيا أتحدث. ليش؟ لأنه السعودية الآن ب3 نقاط، عمان ب4 نقاط. اللقاء القادم في الجولة الثالثة السعودية وعمان هم سيصارعان من أجل الحصول على البطاقة الثانية والتأهل رفقة المنتخب الوطني العراقي، هذا إذا ما فاز منتخبنا على اليمن في المواجهة الثالثة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، عبد الله العامري، كنت معكم في هذه التغطية المتواصلة عبر قناة الفلوجة الفضائية. شكرا لمتابعتكم معنا وتواصلكم معنا.